اهلا الكرام ارحب بكم في حلقه جديده من حلقات بكل وضوح معكم رشيد في هذه الحلقه وارحب بكم على قناه الكرمه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في موضوع جديد اعددته خصيصا حتى نناقشه في هذا البرنامج بكل وضوح موضوعنا لهذه المره يتعلق بسؤال مهم ينبغي ان نطرحه اذا كنا نبحث في التاريخ الاسلامي كيف قدس التراث الاسلامي افرازات محمد؟ في الحقيقه دعوني اعترف بانه واجهت مشكله في صياغه العنوان حين اردت ان اختار هذا الموضوع. المشكله انه اي طريقه تختار بها العنوان حتى لو اردت ان تتجنب اي مشاكل او اي يعني جراح تخلقها لدى المستمع او المشاهد الخيارات قليله وهذا السؤال ينبغي ان يطرح لان الاسلام يقدم لنا محمد من جانب وكانه مجرد بشر يوصل رساله من الله مجرد رسول لكنه بشر ومن جانب اخر قدسوا محمد إلى حد التأليه وغرضي في هذه الحلقة أن أنبه الباحث وأن أنبه الباحث إلى هذا التناقض وأيضا إلى الشخصية الأخرى التي نستنتجها من التراث غرضي ليس التهكم ولا السخرية كل شيء أطرحه في هذه الحلقات هو لإيقاظ الضمير ايقاد القلب، ايقاد التفكير، ايقاد العقل البشري حتى يبحث في هذا التراث الذي ورثناه، فدعونا نبدا على بركه الله. اول شيء كما قلت ان القران القران يعلمنا ان محمد بشر، قل انما انا بشر مثلكم. يعني هو مثلي مثل أي شخص هكذا يقول لكن الاختلاف الوحيد أنه يوحى إلي يعني هو فقط يوصل الوحي كما وصله من الله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهذه رسالته جميل جميل يعني هو بشر يشبه البشر في كل شيء في أكلهم في شربهم في لباسهم في الأمراض التي تصيبهم في كل شيء. جميل جدا. آية أخرى تؤكد هذا المعنى الإسراء 93 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا؟ رسولا يعني هناك رسالة لكن هناك البشرية. القرآن يؤكد على بشرية محمد في بعض الآيات كما نقول وأنا أقول في بعض في بعض الآيات لأن هناك آيات أخرى ممكن أن نستنتج منها أنه مقترن بالله ومن يعص الله ورسوله وأطيع الله والرسول دائما هو مقترن بالله في أشياء أخرى ليست هي موضوع هذه الحلقة طيب ماذا بعد هذا؟ بعد هذا نجد أن تقديس التراث الإسلامي لجسد محمد بلغ مبلغا عجيبا غريبا كل شيء في محمد تم تقديسه كل شيء في جسد محمد تم تقديسه اذا بحثت في التراث في التراث الاسلامي مثلا نقرا عن الشعر الشعر النبوي الشريف الشعر النبوي الشريف هكذا سميته عن انس قال لقد رايت رسول الله والحلاق يحلقه واطاف به اصحابه يعني الحلاق كان بيحلق لمحمد فما يريدون ان تقع شعره الا في يد رجل كانوا يتسابقون على شعره ده في صحيح مسلم كتاب الفضائل باب قرب النبي من الناس وتبركهم به طيب لو انت مجرد انسان وصل لنا الرساله لماذا يتسابق الناس وياخذون شعر هذا الانسان؟ ففسروا لنا هذا التسابق على شعر محمد، هل شعره مثلا يعني من نوعية أخرى وله خصائص معينة طالما هو بشر مثله مثل أي شخص آخر، لماذا التسابق على شعره؟ بل إن سير أعلام النبلاء يذكر لنا قال عبد الله بن أحمد هذا ابن أحمد بن حنبل عبد الله بن أحمد يحكي عن أبي أحمد بن حنبل وما أدراك ما أحمد بن حنبل قال رأيت أبي يأخذ شعر من شعر النبي فيضعها على فيه يقبلها ده أحمد بن حنبل نفسه وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به شعرة محمد يغمسها لبتون يعني يغمسها أحمد بن حنبل في الماء ويشربها يستشفي بها يا سيد أحمد لو كان محمد يشفي لشفى نفسه عندما مرض وجاءته الحمى في أيامه الأخيرة وهو يصرخ أهريق علي سبع قرب من الماء إلى آخره لو كان محمد يشفي لشفى نفسه فكيف يعني يتمنون أن يغمسوا شعرة من شعراته في الماء ويشربون هذا الماء وليس هذا فحسب بل أن في لبنان مثلا قال لك شعرة من لحية الرسول هدية الدولة العثمانية مزار بطرابلس اللبناني وحطنها في إزاز ويجي الناس و... وحتى البعض متأثر انظروا هذه السيدة البعض متأثر جدا ينظر إلى شعرة النبي هذا مستمر إلى القرن واحد والعشرين وأيضا شعرة النبي مزار عمره 126 سنة بطرابلس انظر الناس ويقول يقول العنوان أحد الزوار متأملا شعرة النبي الكريم التي وضعت في علبة من الذهب الخالص وطبعا هناك شعرة قالوا في كل مرة تظهر شعرة في تونس أعتقد وشعرة في بلد آخر وتركيا أيضا تحتفل بشعرة من شعرات محمد كل واحد محتفل بشعره وكأنهم استطاعوا الاحتفاظ بشعر محمد طيب إذا لم تستطيعوا الاحتفاظ بالقرآن نفسه وأنتم تعتقدون أنه كلام الله النسخة الأصلية التي كتبت التي أملاها محمد على كتابته حتى ليست النسخة الأصلية مصحف ابن مسعود مثلا أو مصحف عثمان نفسه أو مصحف حفصة أو مصحف أبي ما, ما فيش ولا واحد من هذه المصاحف احتفظت بها احتفظت بشعرة النبي ما هو يضحكوا تلاقيها شعرة أي شيء يعني ويضحكوا على الناس لكن لو عملنا تحليل دي ان حتطلع شيء ثاني لكن على العموم هذا يوضح أن المسلمين يقدسون محمدا لدرجة التأليه طيب شعرة محمد في ماذا تنفع لو نفعت لنفعت لبنان آه الآن في لبنان ماذا حصل للبنان يعني غيرت أي شيء في أحوال لبنان غيرت أي شيء في مرضى غيرت أي شيء ما هذا, ما هذا ال... ال... الشيء الذي أضافته لنا شعرة محمد قال لك فوضى في استقبال شعرة الرسول وجزء من قميصه في تونس ايضا هذا الامر استقبال شعره الرسول هذا يوضح انهم قدسوا كل شيء في جسد محمد طيب ليست الشعره فقط بل العرق عن انس بن مالك قال دخل علينا النبي فقال عندنا فعرق فقال يعني من القيلوله دخل علينا النبي فقال عندنا فعرق راح نام شوية قيلولة فعرق فجاءت أمي أم أنس بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها تعمل العرق وتحط في, في قارورة فاستيقظ النبي فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين إيه اللي بتعملي قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا خلطه مع الطيب وهو من أطيب الطيب ده في صحيح مسلم كتاب الفضائل باب طيب عرق النبي والتبرك به. عرق النبي، العرق النبوي الشريف، احنا عارفين انه العرق له رائحه كريهه ويصدر من الانسان لانه الجسم يخرج يفرز سموم، طب هل محمد مصنوع من ماده اخرى غير الخلايا البشريه التي نعرفها؟ هل هو اله مثلا؟ طب في في ماذا يتميز عرقه؟ قال لك لا كانت تخلطه مع الطيب ويصير من اطيب الطيب ما تعملون ماركة عالمية تصيروا تنفسوا به فرنسا مثلا في العطور عطر النبي او او يعني سموه اي اسم مش عايز اذكر اي ماركة عالمية عطوشي او او نبوشي بتاع النبي اي شيء هذا هذا مجرد يعني عرق ليس فيه أي فائدة للإنسان فلماذا التبرك به بهذه الطريقة وخلطه بالعطر بل إنه أنس يحكي أيضا في رواية أخرى أن النبي كان يأتيها فيقيل عند عند أم أنس فتبسط له نطعا فيقيل عليه كان فراش نوع من الفراش تفرشه فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال النبي يا ام سليم ما هذا؟ قالت عرقك اذوف به طيبي اخلطه مع طيبي، صحيح مسلم كتاب الفضائل نفس الباب الذي رايناه من قبل. في روايه اخرى اخذت من عرقه وشعره، مش فقط العرق حتى الشعر، فجمعت كل شيء في قاروره ثم جمعته في سكن، يعني خلطته بطيب اخر لها. فقال فلما حضر انس بن مالك الوفاه اوصى ان يجعل في حنوطه من ذلك الشك يعني اعطوني من عرق النبي حطوه هينفعك في ايه يا انس مش انتوا بتقولوا انه فمن يعمل مثقال ذره خير يراه ومن يعمل مثقال ذره لا حطوه معي في في القبر حتى ينفعه يعني فجعل في حنوطه عايز يكون معاه طيب عرق النبي عفوا وده في صحيح البخاري. عن انس بن مالك كان النبي يدخل بيت ام سليم، بيت امه يعني، فينام على فراشها وليست فيه، فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأُتيت فقيل لها هذا النبي نام في بيتك على فراشك، فجاءت وقد عرق، واستنقع عرقه على قطعه اديم على الفراش، ففتحت عدي عتيدتها فتحت يعني علبه ما علبه من العلب التي كانت عندها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع النبي فقال ما تصنعين يا ام سليم؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، كانت تحط على الاطفال ايضا. قال أصبتي مش نهاها قال لها هذا مجرد عرق انا مجرد بشر انا لا ليس لي فضل عليكم انا جسدي مثل جسادكم وعرقي مثل عرقكم لا قال لا أصبتي هذا شيء جميل أنك بتصب عرقي على الصبيان ندخل الآن إلى جوف محمد كنا في الخارج كنا في رحلة في الخارج عرق محمد وشعر محمد الآن داخل محمد قال الحافظ ابن حجر كان السر في ذلك ما صنعه الملكان من غسلهما جوفه ايه هو عن ماذا يتحدث يتحدث عن خصائص النبي انه طاهر برا وجوه داخل وخارج ما سر طهارته في الداخل قال السر ما صنعه الملكان انه غسلوا جوفه فهو طاهر ايضا يعني أمعاءه ليست كامعائنا ومعدته ليست كمعدتنا وريقه وحنجرته ليست كحنجرتنا احنا عندنا البكتيريا وعندنا كل هذه الامور لا هو عنده البكتيريا النبويه الشريفه وعنده عنده كل الاشياء جميله حتى الفضلات اللي جوه مثل ريحه المسك واحده من الاشياء التي عملها محمد مثلا مره قال ابو موسى دعا النبي بقدح فيه ماء اناء فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه جب اناء غسل ايده وجهه فيه ومج فيه تعرف بج مج انك تشرب ماء مش هعملها لكن ترجع الماء في الاناء ثم قال لهما اشربا منه يعني محمد أمر أصحابه أن يشرب من من بعض أصحابه بأن يشربوا من الماء الذي مج فيه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما يعني خذوا الماء هذا الذي مججت فيه وغسلت فيه وجهي وغسلت فيه يدي خدوه واشربوا منه واغسلوا به وشكم ونحوركما اللي هو العنق صحيح البخاري كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس لماذا هذا العمل؟ هو الان نحن في وقت كورونا وفي وقت الامراض وتنتقل عبر اللعاب وعبر الاشياء كثيره، تخيلوا كم الامراض التي بعثها محمد لاصحابه وامرهما امرهما قال اشربا منه اشربا امر امر نبوي. عن ابن شهاب ايضا في صحيح البخاري اخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مج رسول الله في وجهه، محمود بن الربيع مج رسول الله يعني طل اخذ ماء ومج في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، واذا توضا النبي كادوا يقتتلون على وضوئه. كان المسلمون تقريبا يقتتلون على وضوء محمد، يكادوا كادوا يقتتلون على وضوئه صحيح البخاري كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس يعني كانوا بيقتتلوا على الماء الذي يتوضا به والماء الذي يتوضا به كما قال لنا ابن حجر في فتح الباري كانهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه يعني في كان في ماء زياده ويحتمل ان يكونوا تناولوا ما سال من اعضاء وضوئه. يعني وهو بيغسل بسيل الوسخ. طب فه... لكن هذا الوسخ ليس كاوساخنا هذا الوسخ النبوي الشريف. هذه الاوساخ النبويه الشريفه فلازم يشربها الناس ويتقتلوا عليها ليه؟ الم تقولوا بان محمد بشر؟ الم تقولوا بانه مثلنا؟ بأنه مثلنا فكيف كيف صار صارت أوساخه دواء للناس طب أنا سؤال عندي مش الواحد لما يتوضا الغرض أن يزيل الأوساخ كما تقولون مش الغرض هو يتنظف طالما محمد بيت بيتنظف وما ينظف به ينزل في الإناء يعني الأوساخ التي ينظفها تنزل في الإناء فلماذا يعطيها لأصحابه وإلا أن الوضوء لا لزوم له لمحمد طالما ما فيش فيه أوساخ طالما أوساخه نظافة طالما أوساخه دواء طالما أوساخه مثل المسك ما كانش داعي أصلا يتوضأ لأن ما فيش نجاسة أصلا فخلاص لا داعي للوضوء يروح يصلي بدون وضوء النخامة النبوية الشريفة وآسف لو واحد ياكل، صدقوني ولا نص من عندي، كله من الكتب الإسلامية، كله من التراث. لا تلوموا، ما تزعلوش من رشيد. رشيد فقط يخرج لكم ما في الكتب الإسلامية فقط، هذا ما أقوم به. لكن لان الانسان يجهل هذه الامور يصدم فيعتقد ان الخطا في الذي يطلعه عليها لكن في الحقيقه الخطا في الاصل في الجذر ناقل الكفر ليس بكافر قال عروه عن المسور ومروان خرج النبي زمن حديبيه فذكر الحديث حديث طويل وما تنخم النبي نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده هذول الأصحاب صحيح البخاري كتاب الوضوء باب البزاق لاحظوا اسم الباب باب البزاق والمخاط ونحوه في التوب البزاق ماله عادة البزاق نكرهه والنخامة نكرهها ون... ان نتخلص منها ولا نحب ان نعطيها لاي احد لكن في الاسلام هناك نخامه نبويه شريفه تختلف عن كل نخامات البشر وما تنخم النبي نخامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده من الذي ينبغي ان يلام في هذه الحاله الم تقولوا بان محمد مجرد بشر ما هذه العفونه الا الم تصدع رؤوسنا بان من الايمان ونحن اكثر امه نظيفه في العالم يعني بل يفتخرون بان ال يعني خمس مرات في اليوم وانهم يغسلون ارجلهم ويغسلون ايديهم ويغسلون كل شيء لكن ما هذا اصحاب محمد كانوا يتسابقون على نخامته ويدلكون بها وجوههم وجلدهم وانا متاكد بان الكثير من المسلمين اليوم لو كان محمد لتسابقوا على نخامته محمد يحنك الاطفال بريقي ساشرح لكم معنى التحنيك بعد قليل عن ابي موسى قال وُلد لي غلام صبي صغير فأتيت به النبي فسماه ابراهيم حلو فحنكه بتمره ودعا له بالبركه ودفعه إليه وكان اكبر ولد ابي موسى صحيح البخاري كتاب العقيقه الى اخره ما معنى التحنيك؟ التحنيك هو ان محمد كان ياخذ تمره ويمدغها بفمه لحد ما تصير سائل ويروح بزقها في فم المولود الصغير هذا اسمه التحنيك كان محمد يحنك الاطفال بريقه النبوي الشريف اللي ما فيش فيروسات ولا بكتيريا خالص هم من جانب يقولوا لنا بانهم بشر مثلنا ومن جانب اخر ليس عنده بكتيريا وليس عنده أمراض وليس عنده جراثيم وليس عنده فيروسات ولا ينقل عدوى أي شيء هو يحن كما أراد وفي رواية أخرى جيء له بطفل صغير وجئت به فوضعته في حجره ودعا رسول الله بعجوة أي مشروحة بالواضح الصريح من عجوة المدينة تمر المدينة فلاكها في فيه في فمه حتى ذابت صارت سائلة ثم قذفها لاحظوا الحديث مش أنا قذفها في في الصبي في في فم الصبي قذفها فجعل الصبي يتلمذ ده, ده لسه مولود ده كان حيقتل المولود لسه مولود راح واخد تمرة ومدغها مدغها مدغها لكها في فيه حتى دابت وقذفها في فم الصبي قال فقال رسول الله انظروا إلى حب الأنصار التمر شاف, شاف أن الصبي يتلمزها يتلمزها فقال انظروا إلى حب الأنصار التمر قال فمسح وجهه وسماه عبد الله صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري في في روايه في معجم الطبراني جاءت امراه الى محمد فقالت يا رسول الله هذا ابني قد غلبني عليه الشيطان الشيطان غلبني على ابني في العوض ما يقول لها سأدعو له يعني خليك لطيفه معه ويمكن انه كذا لا قال ادنيه مني فادنته منه فقال افتحي فمه افتحي فم الصبي خلاص الشيطان حيروح ففتحته فبصق فيه رسول الله. ثم قال: اخسأ عدو الله وانا رسول الله. قالها ثلاث مرات، اخسأ عدو الله، هه والبصقه. ثم قال: شأنك بابنك ليس عليه بأس فلن يعود اليه شيء مما كان يصيب البصقه النبويه الشريفه تطرد الشيطان، ما فيش اي مشكله. مع كل بصقه بيذهب الشيطان. طب هو محمد ما كانش اتسحر وما كانش لا يدري اهو فعل ام لم يفعل طب ما هو البصاق فيه في جوفي ما نفعوش لماذا لم ينفع محمد يعني كل البصاق اللي كان فيك لم ينفع بسقة واحدة هتطرد الشيطان البكتيريا النبوية الشريفة قال السدي ده في تفسير القرطبي للمجادلة 22 قال السدي مجادلة 22 نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي جلس إلى النبي فشرب النبي ماء فقال له بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك أبوك لا يؤمن بمحمد الابن كان يؤمن بمحمد فقال له بالله يا رسول الله ما بقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي يعني خلي شوية من شرابك أروح أخذها لأبويا لأن فيها ريقك فأنا أسقيها لأبويا فيتغير لعل الله يطهر بها قلبه بصاق النبي بكتيريا النبوي الشريفة بتغير القلوب سبحان الله فأفضل لهم قالوش لا المغير القلوب تتغير بالأفكار وتتغير بالمناقشة وتتغير بالإقناع قال له ماشي عايز مية اديله فأفضل له فأتاه بها راح جاب الثاني جاب شوية من ماء من ماء اللي فيه بقايا ريق محمد فقال له عبد الله ما هذا أبوه قال هي فضلة من شراب النبي آه النبي سرحان آه يا رب من شراب النبي جئتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بها لاحظ الاب، الاب كان خلاص عارف محمد عارف البير وغطا، فقال له ابوه: فهلا جئتني ببول امك فإن فانه اطهر منها جيب لي بول امك احسن من الشربه اللي جايبها بقي فضلت من الرسول اذا موجود في تفسير القرطبي صدقوني هو ليس من عندي اعملها في الجوجل ستطلع لك فهل جئتني ببول امك فانه اطهر من من بقايا شربه محمد فغضب وجاء الى النبي وقال يا رسول الله اما ادنت لي في قتل ابي خليني اقتله ده بيقول عليك انه الشراب اللي فضل عنك يعني بول أمي أفضل منه فقال النبي بل ترفق به بل ترفق به وتحسن إليه شيء إيجابي على الأقل أنه لم يأمر بقتله في هذه الحالة لكن الغريب أنه يعتقد بأن ريقه يبدل أحوال الناس ثم يقولون لك هو مجرد بشر في بشر ريقه ببدل أفكار الناس لا ده في عن معاوية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص مش أنا اللي قلت رسول الله عليه وسلم ده معاوية يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو قال شفته يعني الحسن بن علي ده حفيده صلوات الله عليه وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ده في مسند أحمد الأحاديث تعرفوا أنه بعض الأحاديث بضعفها البعض وبصححها البعض بعض الأحاديث غالبية ضعفت بعض الأحاديث موضوع بعض الأحاديث هذا الحديث ستجدون فيه آراء المشكله ان هذا موجود في التراث وهناك من يستخدمه يعني على الاقل في مجموعه من المسلمين امنت بان محمد حين يمص لسان احد هذا اللسان لن يعذب في النار لماذا لانه مس لسان محمد مس لعاب محمد فمش معقول ان الله يعذب في النار جزء من محمد جزء من البكتيريا اللي كانت في محمد جزء من جسدي مستحيل فاذا اي لسان مص محمد اي شفة مصها محمد لن تعذب انا اسال هنا المسلمون يضحكون على المسيحيين ليل نهار تعتقدون أن المسيح صلب وأنه سيفديكم بدمي وأن ها, ها 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 وضحك إلى الصبح دايما تجدون في المنتديات في الانترنت في البالتوك في كل شيء ها, ها يعتقدون بأن المسيح صلب عنهم ودمه ودم المسيح سيطهرهم وكذا وكذا في نفس الوقت عندهم أحاديث تذكر بأن مص اللسان النبوي الشريف يخلص يعني الخلاص بالمص الخلاص بالريق النبوي الشريف فالواحد لازم يفكر انت بتضحك على عقائد الاخرين اللي انت مش فاهمها اصلا وما عندك يكفي انه يعني اقل ما يقال عنه انه مهزله دخلنا الان الى البول النبوي الشريف سابدا في اخذ المكالمات بعد قليل عن امي ايمن قالت قام النبي من الليل الى فخاره من جانب البيت قام في نص الليل يبول فبال فيها يعني اعتقدت انه ما بيبولش طالما انه عنده كل هذه البركات مش محتاج انه يكون عنده كليه مثل الكليه البشريه ومش محتاج ينظف لان الكليه تقوم بالتنظيف والبول هو مجرد سموم وسوائل نطرد فيها السموم وخلاص. فقمت من الليل وانا عطشه تحكي ام ايمن فشربت ما في الفخاره او فشربت ما في الفخاره وانا لا اشعر. فلما اصبح النبي ما شعرتش يعني هو البول شبه مذاقه شبه مذاق الماء يعني يمكن البول النبوي الشريف مذاقه مثل يعني حلو ماء مثل مياه معدنيه فلما اصبح النبي قال يا ام ايمن قومي الى تلك الفخاره فهريقي ما فيها قلت قد والله شربت ما فيها فضحك رسول الله حتى بدت نواجده <تصفيق> <تصفيق> ثم قال يعني عجبته انه هي شربت بول ثم قال اما انك لا يفجع بطنك بعده طبعا بعد اليوم ما فيش الم ما فيش الم في بطنك بطنك خلاص دواء للمعده البول النبوي الشريف بيطرد كل الامراض المستدرك على الصحيحين انا طالما محمد عاش كل تلك السنوات كان المفروض يحتفظوا بأجزاء كبيره من بوله كانت تنفع في الامراض في ذلك كانوا ويموتوا كتاب معرفه الصحابه شرب ام ايمن بول النبي واتره البعض سيقول للحديث ضعيف لكن هناك من صححه ايضا قال القاضي عياد في الشفة بتعريف حقوق المصطفى في الجزء الأول صفحة 48-49 حديث المرأة وقد روي نحو إن هذا عنه في امرأة شربت بوله فقال لها لن تشتكي وجع بطنك أبدا ولم يأمر واحدا منهم بغسل فم ولا نهاه عن عودة وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح ألزم الدار قطني مسلما والبخاري إخراجه في الصحيح واسم هذه المرأة بركة واختلف في نسبها يعني ما تدخلونيش في متاهة هذا ضعفه وهذا صححه بينكم لكن التراث الإسلامي حتما يقدس فضلات محمد وإفرازاته في البول النبوي الشريف في السنة الكبرى للبيهقي باب تركه الانكار على من شرب بوله ودمه. امراه يقال له يقال لها بركه شربت من بوله. خلينا نقرا الحديث من أوله عن ابن جريج قال اخبرتني حكيمه بنت اميمه عن اميمه امها ان النبي كان يبول في قدح من عيدان ثم وضع تحت سريره، كان بيحط تحت سريره، فبالى فوضع تحت سريره، فجاء فاراد فاذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامراه يقال لها بركه كانت تخدم لام حبيبه جاءت معها من ارض الحبشه، اين البول؟ الذي كان في هذا القدح قالت شربته يا رسول الله ومعروف ان محمد كان يضع قدحا من عيدان تحت سريره يبول فيه في الليل ده موجود في احاديث كثيره مش محتاجه استدلال طيب ماذا عن الغائط في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى لا حياء في الدين الشفاء بتعريف حقوق المصطفى جزء واحد صفحة 48 وقد حكى بعض المعتنين بأخباره أخباره محمد وشمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله وفاحت لذلك رائحة طيبة صلى الله عليه وسلم يقول يعني غائطه ليس كغائط الناس غائطه تبتلع الأرض لكن غائط الناس يبقى فوق الأرض لا الأرض بتشرب بوله وتبتلع غائطه وبتطلع ريحة عطرة طيبة جدا طب بيشيلوا ليه ما يسيبه في البيت كان يعمل, يعمل رائحة أفضل ويخليه في البيت وكل واحد يتبرك به يعني طالما عنده عند في هذه الرائحة الطيبة تتخلص منه ليه؟ وتتوضى منه وتستنجي منه ليه؟ ولما الأحجار إذا؟ نقرأ في أحاديث أخرى لأن الكذاب نسي أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار في حد يمسح ريحة طيبة ما تخليه دهان فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد في حد يمسح من جسمه شيء له رائحة طيبة عائشة كانت تستغرب في نفس الكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الجزء واحد صفحة 48 يقول بأن أسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي إنك تأتي الخلاء فلا نرى منك شيئا من الأذى ما بنشوفش الحاجات اللي بنشوفها من الناس فقال يا عائشة أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء عيب أنه غائط الأنبياء يبقى فوق الأرض الأرض بتروح تبتلع هو دايما بدخل الأنبياء معه حتى يجعل نفسه من القائمة ورينا وين حصل هذا مع الأنبياء لكن ما علينا يعني الـ 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 الامور عند المسلمين فيها ما فيها خليني ابدا في اخذ المكالمات الو من معي آه مايكل من امريكا انا اسمي دكتور مايكل الحيه وعايز صحنا. اقول لحضرتك آه ربنا يزيدك وربنا يزيدك انك تفضح الخزعبلات مش فاهم انا ازاي واحد الناس تشرب البول بتاعه، وإزاي واحد يكون ال البراز بتاعه طاهر والناس تاكله، يا اخوانا طب أنا هسألك سؤال بسيط يا أخوي المسلم، بعد ما محمد كان بيرجع من الغزوة بتاعته مش كان طبعًا يدي فيها دم لأنه بيحارب بالسيف، السيف ده لازم يعوز دم لما يستحم بقى الحموم بتاعه ده يبقى نضيف وتاخده وتشربه. دم في دم استغفر الله العظيم يا اخويا المسلم قلبي إيه؟ عليك صدقني صدقني او ما تصدقنيش إيه؟ الكلام اللي بتعملوه ده ما فيش منه اي صحة ما حدش بيشرب بول حد ولا حد بيشرب براز حد فيه نبي في الدنيا آه يقول ان العرق بتاعه عطر إيه؟ فيه نبي في الدنيا في استغفر في واحد ي... وبعدين مره في حديث ثاني بيقول انه كان كل ليله يحط بقه في لسانه في بقه زينب بنته قال ايه ويتفس في بقها علشان تاخد بركه ما متعرف... تعرفش تنام غير بالشكل ده ده ايه القرف ده استغفر الله العظيم يا رب انا مش عايز أزيد شعور حد ولا مشاعر حد هي مش لكن يا مش أدى للشعور هو نناقش ما وجد في التراث شغل مخك شغل مخك يا اخي هيفيدك بايه بول الرسول ولا دا ولا فكر في حياتك الابديه النهارده لو رحت مت هتروح فين؟ المشكله انهم بعك. انهم يضحكون على المسيحيين لان المسيحيين يعتقدون في امور روحيه يضحكون عليهم وهم في نفس الوقت بيؤمن ان البول ينجي من ال... من النار وبانه الـ 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 بينجي من الالم وانه ده بيشفي وانه ده بيعمل وانه كل كل هذه الامور وانه بيغير افكار الناس مثل اللي عايز ياخد شويه من شرب من شراب النبي الى غير ذلك، مشكله عويصه جدا، انا اشكرك دكتور مايكل على التواصل معنا. ربنا يخليك ويكثر من امثالك، كمل كمل وافضح، كمل وافضح الله شكرا. شكرا ربنا يز... شكرا لك هنشوف انه مسألة الغائط سامحوني انا استخدم المصطلحات التي يستخدمها الكتب الاسلامية يعني انا لا اتي بشيء من عندي يعني انا مش راح بستخدمها لانه انا اريد اعرف الناس لا هي كده هي موجودة مكتوبة كده ويقولون لا حياء في الدين وما كتبت الا لتعرض خلينا نشوفها يعني ال... الغائط الطاهر حدثنا وده في صحيح مسلم كتاب الحيض باب جواز اكل المحدث الطعام. طب هو لو الانسان بيذهب للحمام لازم لما يطلع يغسل ايده ده من ابجديات اي شيء قديما وحديثا. ابن عباس يقول ان النبي قضى حاجته من الخلاء فقرب اليه طعام فاكل ولم يمس ماء. قد حجته ومسح عمل كل شيء ورجع. وأكل مباشرة وكأن الناس بتطلع الغائط وهو بيطلع مسك كما تقول النصوص ف... وقيل المشكلة أنه قيل له إنك لم توضع ما غسلتش إيديك وال... والأعضاء الأخرى قال ما أردت صلاة فأتوضع أنا بتوضع للصلاة فقط الأكل ما فيش مشكلة بإيدك مباشرة بعد الغائط طب هل هو غائط طاهر يعني الغائط النبوي الشريف طب سامحوني ايضا عن الدرات ده مصطلح يستخدم في الكتب الاسلامية ماليش دعوة عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط يعني شخر شخير يعني نوم عميق فقام فصلى ولم يتوضا، كل الناس بيقول لهم لما تناموا بتطلع منك ريح او اي شيء روح تعيد الوضوء وتروح تصلي، الا هو طبعا هو له قوانين لوحده ثم يقولون لنا بشر مثلنا، فقال عكرمه كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا كل الناس لما بتنام بتعمل حاجات الا محمد كان محفوظا دراته محفوظ دراط النبى والشا... ما بيطلعش سيلد خلاص سيلد لا في روايه تانيه قال <applause> ثم اضطجع فنام حتى نفخ <applause> ثم اتاه المنادي فاذنه بالصلاه فقام معه الى الصلاه فصلى ولم يتوضا قلنا لعمر ان ناسا يقولون ان رسول الله تنام عينه ولا ينام قلبه. بيبقى صاحي جوه ما تفهمهاش ازاي؟ هو شخر ونفخ آه لكن هو عنده هو هايبرد في تو انجنز في موتورين، واحد بيبقى شغال وواحد واحد نايم وواحد صاحي، صحيح البخاري كتاب الوضوء باب التخفيف في الوضوء، خليني آخذ مكالمة أخرى. ألو من معي؟ ألو السلام أهلاً أهلاً وسهلاً تفضل كيفك أخ رشيد؟ مباشرة أهلا أنا بشكرك أول جداً 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 أنت قبلت مناظرة الدكتور من قد أنا... أنت ده 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 نفس الغداء نفس الإعادة يا عم روح ن... نتمنى انه نسمع مكالمات مفيدة. الو من معي؟ مرحبا اخوي رشيد. مرحبا تفضل. معك الاخ فادي ما اعرف اذا تتذكر صوتي لو لا، شلونك اخوي وشلونك؟ لا ما أحنا. بتذكر لكن تفضل. انا بتصل بيك دائما في البرنامج بصراحة مع ابو نجاني. <applause> اه اهلا وسهلا بك، اهلا شرفتنا. اهلا بك اخويا العزيز تسلم لي شلونك وشلون صحتك اليوم؟ أنا نشكر ابن تفضل. اوكي، اتصلت موضوع حلقتك اليوم يعني جميل جدا للاسف. أه بس عندي اضافه اريد اقولها انه اذا اراد انسان اذا اراد انسان ان يحتقر او يهين اخيه الانسان فهي الاشياء الثلاثه التي يقومون بها دائما ان تبصق في وجه انسان او م. تتبول او تتغيط عليه. وهذه أكبر إهانة يمكن أن يقدمها إنسان إلى أخيه الإنسان. طيب. معاكسة تماماً لما علمه لنا يسوع المسيح حينما قال يسوع أحبوا بعضكم البعض. هم بيعملوها مش ليس... من باب الاحتقار هم قال لك هذه بركة، بسقة النبي بركة. نعم، فأنا أحاول يعني أن أثبت وجهة نظري يعني هذه ليست طريقة تبارك بها إنساناً وإنما أنت تحتقر بها إنساناً. نعم والحد الآن بعض الشيعة بعض المعممين الشيعة بيمسك فم إنسان وبيفتحه وبيبصق فيه نعم ليس هذا فقط يعني أنا إنسان عراقي يعني ولدت في أرض العراق الحبيب وهذا التصرف ليس التصرف الوحيد الذي يقومون به أنت تعرف بالعراق هو أرض العراق أرض الحضارات يعني فيه جميع أنواع الأطراف والديانات والسنه والشيعه هي رقم الديانات الاولى في العراق، السنه والشيعه الاسلاميه. فهذه ليست الاشياء الوحيده التي يقومون بها هناك فقط، وانما لديهم تقاليد وخزعبلات ومعتقدات سخيفه ايضا يقومون بها، معتقدين منها انه اسلوب من انواع الطب او علاج الانسان، هي مجرد خزعبلات يقومون بها بغسل العقول الانسان البسيط الذي يعتقدون انهم معتقدين منهم انهم يحاولون معالجته او القيام باعمال اخرى يعني اشكرك اخوي على هي... المشاركه معنا نعم شكرا اخوي يا رشيد شكرا شكرا لي طب ماذا عن الدم المتصل الاخ اعتقد دكتور مايكل ذكر ان الدم انا احكي لكم قصه الدم النبوي الشريف وقد روي من غير وجه ده موجود المصدر سنراه في البدايه والنهايه لابن كثير، وقد روي من غير وجه ان عبد الله بن الزبير دي معروفه معروفه في التراث الاسلامي، عبد الله بن الزبير شرب من دم النبي. كان النبي قد احتجم في طست الحجامه انه يعمل شرط يشرط مؤخره الراس ويروح مطلع الدم فهذه حجامة احتجم النبي في طست فأعطاه عبد الله بن الزبير ليريقه يعني يروح يدفنه فشربه فقال له لا تمسك النار إلا تحلة القسم يعني القسم لا أقسم به ربنا أن كل واحد سيرد النار هيدخل عبد الله بن الزبير بس شويه حتى يحلل القصم بتاعه لكن هو لن تمسه النار لانه شرب من دم النبي، مستحيل دم النبي يدخل النار. وويل لك من الناس وويل للناس منك. وفي روايه انه قال له يا عبد الله اذهب في هذا الدم فاهرقه حيث لا يراك احد فلما بعد عمد الى ذلك الدم فشربه. فلما رجع قال: ما صنعت بالدم؟ قال: اني شربته لازداد به علما وايمانا، الله اكبر. تشرب دم النبي تزداد علما وايمان وليكون شيء من جسد رسول الله في جسدي، نفس الكلام الذي قلته. وجسدي اولى به من الارض، يدخل جسدي احسن من الارض، فقال: ابشر، لا تمسك النار ابدا، وويل لك من الناس وويل للناس منك. ابن كثير في البدايه والنهايه جزء 8 صفحه 333 اهو دم محمد قال لك انه يطه ينجي من النار اهو الخلاص بدم محمد خلاص بريقه وبدمه وشفاء بعرقه الشريف الدم النبوي الشريف في ايضا في رواية أخرى في اعتقد في السنن الكبرى للبيهقي عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبي قال احتجم رسول الله وأعطاني دمه قال واذهب فواري لا يبحث عنه سبع أو كلب سبع أو كلب أو إنسان قال فنحيت عنه فشربت ثم أتيت النبي فقال ما صنعت؟ قلت صنعت الذي أمرتني قال ما أراك إلا قد شربته قلت نعم قال ماذا تلقى أمتي منك لاحظوا قال أبو جعفر وزادني بعض أصحاب الحديث عن أبي سلمة قال فيرون أن القوة التي كانت في ابن الزبير من قوة دم النبي ومش هو فقط سفينة العبد سفينة شرب من دم محمد فإذا القوة التي كانت في ابن الزبير من قوة دم النبي محمد وانتم عارفين أن عبد الله بن الزبير تحارب مع الامويين وكانت مصيبه وكان في دماء سفكت وكان في ارواح يقولون القوة طبعا ورد صفات الدم النبوي الشريف في العنف والحرب والقتال عبد الله بن الزبير شارب دم الرسول قالوا بان الدم حرام الا في حاله محمد فان الدم حلال شرب دمه حلال في رواية أخرى في السنة الكبرى للبيهقي خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير فتغيبت به فشربته قال ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك عجبه مثل أم أيمن مع أو بركة مع البول في موقع قطر إسلام ويب جواز شرب الدم خاص بدم النبي صلى الله عليه وسلم أهو موقع دولة في القرن الواحد والعشرين تقول جواز شرب الدم خاص بدم النبي تشرب دم النبي خالص يطهرك ويدخلك الجنة قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقصة شرب ابن الزبير رضي الله عنه دم النبي ثابتة كما بيناه في الفتوى والجمع بينها وبين القول بتحريم شرب الدم أن جواز شرب الدم خاص بدم النبي ولا يجوز شرب دم غيره ولذا عد العلماء هذا الأمر خليني أكبرها حتى نشوفها بشكل كبير لذا عد العلماء هذا الأمر خاصا بالنبي فقد ذكر زكريا الأنصار الشافعي رحمه الله أن من خصوصيات النبي أنه يستشفى بشرب دمه وبوله يستشفى بشرب دمه وبوله فاذا نحن امام كارثه من كل المقاييس خليني في الاول اخذ هذه المكالمه ثم اعود لو عنا بقيه من الوقت الو الو مساء الخير استاذ رشيد مساء النور اهلا وسهلا أه سمعت تعليق ح... حبيت ان انا اشارك به مع حضرتك تفضل أه... عبد الله بن عمر او عمر بن الخطاب كانوا بيقولوا حاجه ان بما معناه يعني ان القران مش كامل مظبوط كده صح في احاديث كثيره بتثبت ان القران ضاع منه كثير بالضبط والمبدا الثاني الحديث الثاني ان في عندهم ناسخ ومنسوخ يعني اه بس في بس ده أحب. ليس هو موضوع الحلقه تماما معلش انا هقول لك التعليق بس لان مهم قوي ان انا عايزك تسمعوا التعليق ده اتفضل آه ففي عندنا مبدئين مبدا ناسخ ومنسوخ وفي قران ضاع م. فانا سؤالي دلوقتي للمسلم ايه اللي يضمن له ان القران اللي بين ايديه ده ما يكونش اتنسخ بالصور اللي ضاعت م. لا هم م. بيعملوا مش مبدا مش... بعد بعد الحدث المبدا انه كل ما ضاع بيعدوه في المنسوخ يعني اللي هو بيقول ان انت عندك في يعني اية الرجم مثلا او سورة الرجم آية دي مفروض ان هي نسخ اية الرجم دي انها نسخت انا للاسف لكن... انا ما الموضوع مختلف تماما ملوش علاقه فهضطر انه انهي المكالمه يا ريت انه تتصلي بينا تشاركي بهذا الموضوع لما يكون موضوعنا بالضبط مثلا ضياع ايات القران أو شيء من أوكي. هذا القبيل أوكي. الذي له علاقة أنا أصلا ما عرفتش أكلمك الأسبوع اللي فات وبصراحة أنا آه. عجبني التعليق ده فحبيت آسف. إن أنا أشارك بيه <applause> 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 طيب ما فيش مشكلة. شكرا على التواصل معنا. في شيء حابب أختم فيه وسامحوني لأنه أنا آتي بما في الكتب. المني النبوي الشريف عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ده في مسند أحمد كنت أفرك المني من توب النبي عائشة بتقول كنت أفرك ثم يذهب يصلي في عادي بتفركه بتشيله بتحكه ده عندنا روايات كتير قالت صحيح مسلم ولقد رأيتني أفركه من توب الرسول الله فركا تفركه بتشيله فيصلي فيه عادي دي الأمة اللي صدعت رؤوسنا نحن أطهر أمة والنظافة من الإيمان وكذا بتروح فركة المني من توب الرسول وتفضل صلي يعني ما هم فيش مشكلة إيه إيه المشكلة ده المني الشريف عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة ده واحد راح يزور عائشة فاحتلمت كان نازل عندها احتلمت في توبي المفروض انه شيء بينه وبين نفسه يعني فلازم يفضحوا انفسهم فغمستهما في الماء في توبي يعني الاثنين احتلم في الاثنين فغمستهما في الماء فراتني جاريه لعائشه وراحت اخبرت عائشه طبعا لازم الموضوع يكبر والا مش هيوصلنا الحديث ومش هعمله في حلقه بكل وضوح يعني أنا فبعتت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بتوبيك قالت له انت ليه بتغسل ثوبك؟ هو تخلي الرجل دي مسألة خاصة به قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه يعني وانت عارفة قالت هل رأيت فيهما شيئا شفت الشيء لسه رطب قال لا قلت خلاص فلو رأيت شيئا غسلت لو كان شيء لسه رطب اغسله لكن هو يبس فخلاص لقد رايتني واني لاحكه من توب رسول الله يابسا بضفري كنت احكه اشيله حتى بضفري صحيح مسلم كتاب الطهاره باب حكم المني القصد انه اشياء لا بتخلص الانسان لا بتغير الانسان لا تغير قلبه لا تعمل له اي شيء قاعدين يتكلموا عن القرف بتاع حياتهم بس وتم يجيك واحد يقول لك لا أصل الإسلام والعظمة هذا الدين وبيسمعوه الكفار وبيجوا أفواجا طب وروم هذه النصوص وكلموني أرجوكم آخر شيء سأختم به حتى في الموت قال لك أن محمد كان زي المسك عن علي بن أبي طالب قال لما غسل النبي ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت الميت بتطلع منه أشياء فلم يجده ما وجدش فقال بأبي الطيب طبت حيا وطبت ميتا انت طيب على طول في الخلاء ما بيحصل شي وانت ميت ما بيحصل شي وكلك طاهر كلك على بعضك طاهر يعني داخل وبرة لا ريقك كريق الناس لا غائطك كغائط الناس لا أي شيء مثل بقية الناس أنا أشكركم مشاهدينا على متابعه هذه الحلقه اتاسف لكل واحد لم اخذ المكالمات بتاعته والقاكم في الاسبوع القادم بعون الله الى اللقاء